أيها الحضور الكريم، من هذا المنطلق فنحن مطالبون للعمل على تطوير وتخليق الحياة العامة وتحسين الخدمات الإدارية لنجعل من الإدارة الترابية أداة فعالة في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال فتح قنوات التواصل الإيجابي مع مختلف الفعاليات من أجل تسهيل محكم وتدبير معقل للشأن العام والعمل في انسجام وتناغم تامين مع كافة المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الأمنية واللاممركزة وفعاليات المجتمع المدني بغية توفير شروط الأمن والسلم الاجتماعي والتنمية بمجموع تراث. في نهوض بالمهام الموكولة إليهم بتنسيق مع المنتخبين والمجتمع المدني ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، وذلك حتى يتأتى لهم مواكبة الأوراش التي تم إطلاقها على مختلف المستويات بطريقة سلسة والاستفادة من تجاربهم السابقة والتي راقموها خلال توليهم لمهامهم بمختلف أقاليم المملكة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، الشيء الذي لن يتأتى إلا بالتواصل الإيجابي مع المحيط والإنصات للإنشغالات المواطنين وإشراك الجميع في وفق سياسة القرب والتواجد الدائم واعتماد حكامة ترابية جيدة ويكون هناك الاجتهاد للإجابة على مختلف الانشغالات التي تهم رعايا قائدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي هذا الصدد فالسادة المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين وفعالية المجتمع المدني مدعوون إلى مؤازرة السادة رجال السلطة في عملهم كما هو معهود فيكم ومساعدتهم على الاطلاع بالمهام المسندة إليهم، ويتعلق الأمر بالسادة رجال السلطة الآتية أسماؤهم: السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية لتالودات، عبد الوارث محمد 26 فبراير 1980 من حسينة محبب التالودات، دبلوم دراسة المعمقة، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، كان بما نعطي التواريخ وصفي رئيس ملحقة إدارية برشيد، كان مدير ديوان في رئيس ديوان في الولاية ديال بني ملاح، وكان رئيس كذلك ملحقة إدارية بحسيمة، وآخر منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الناظور. مصطفى من موالد 69 بطنطن، دبلوم دراسة الإنجليزية، كان قائد ملحق بالكتابة العامة العيون في عمالة العيون، قائد ملحق بالبشوية المرصى في عمالة العيون، رئيس ملحقة إدارية 19 للعيون، ملحق بقسم الشؤون الداخلية عمالة مراكش، كذلك إدارية المسيرة بعمالة مراكش، رئيس الملحقة الإدارية بأندلس، عملة فاس، رئيس المنطقة الحضارية لمركب تجاري سوق الحد أكادير قريب لينا، باشا رئيس المنطقة الحضارية أنصا. مرحبا بك. قائد قيادة سيدي موسى الحمري، دونك رئيس الدار باش تفديتك واش قلتي لي كيف. إذا عبد اللطيف 92 بزنبورة مصر في المقاولة الصغرى، خريج المعهد، قائد رئيس الملحقة الإدارية 6 ببشوية المحمدية عملة المحمدية. مرحبا. قائد قيادة أرجانا، سكن إلياس 72 في مراكش، الإجازة في الأدب الإنجليزي، الإجازة في القانون الخاص،
كان قياده قائد قياده فم الواد العيون، قائد قياده مغراوه تهزا، قائد ملحقه اداريه مقاطعه الحي الحسني الضوبضة، قائد قياده جنان بوي اقليم اليوسفية. مرحبا بك. المخزين امين 88 ليوليميم، مهندس دوله في هندسه المواد، خريج المعهد، قائد الملحقه الاداريه 11 حمريه اقليم مكناس، قائد قيادة سعيدة عمالة شيشاوة. مرحبا بك. قائد قيادة دافنهول. الدارير حسين 64 زهورة، كان رئيس مصلحة التراث الجماعي بعمالة وزازات، كان رئيس قسم الجماعات المحلية بوزازات، كان رئيس مصلحة الانتخابات بعمالة زبورة، كان كذلك رئيس قسم الموارد البشرية بعمالة زبورة. عاد كملها رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تنغير. ومن بعد السيدي كان قائد أيد هاني عمالة تنغير. مرحبا بك. قائد قيادة إقليم الحديدي رضا 1991 الدار البيضاء، خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، خريج المدرسة، قائد قيادة المس عمالة بولماء. مرحبا بك. قائد قيادة بشرى العين، أمالي إدريس 86 بالرباط، مهندس دولة في الهندسة الصناعية. سي محمد كيشوف فيك. قائد قيادة النقود بزبورة، قائد قيادة أنرجي أزيلار، الملحقة الإدارية بالعروسي الدائرة الحضارية سيدي عبد الله، عملك سالة. مرحبا بك. 90 برشيد، ماستر في تدبير رأس المال البشري والتواصل، خريج المعهد، أول كوموندمون ديالو. أتمنى لك التوفيق. قائد قيادة سوتانا، تكيرو اسماعيل 91 بأكادير، الإجازة في القانون الخاص، خريج المعهد، وكذلك ماستر في التدبير الإداري المحلي. قائد قيادة سوتانا، كان قبل قائد قيادة سيدي الحسن عمالة الدوريج. مرحبا بك. قائد قيادة تملك قمر، سيكون قمرا إن شاء الله على تملك حمزة، ماستر في تقييم السياسة العمومية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 150، أول كوموندمون. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بالتأمينات، قمراني محمد. 1963 بمراكش، دبلوم مدرسة استكمال تكوين الأطر، كانت عنده واحد العدد ديال التجربة في القيادات، كان في الكتابة العامة ديال مراكش، كذلك قائد قيادة سيدي محمد الجحمر قنيطرة، قائد